جديد. عايزه ايه؟ عايزه فلوس. كل يوم فلوس فلوس؟ شرحها الدرس. امسكي. اخيرا خدت فلوس من اخويا للدرس. يلا حلو قوي بقى. يلا عشان نخرج؟ لا لا نخرج ايه يا اخويا، يا ستي ممكن يطب عليا في الدرس في اي وقت. يا ستي ما تقلقيش مش هيطب عليكي. لا انت وبعدين انت تروحي تخرجي مع ولاد وانت عارفه ماليش في الجو ده. يا ستي ولاد ايه دول بنات. يلا. طب يلا. بنتي تعالي تعالي اعرفك على غير صاحبتي حماده. صح. ايه مالك؟ مالك في ايه؟ مفيش خالص، انا ممكن بس اعمل مكالمه. يا بنتي هي دي اللي انت كنت بتتكلمي عليها عشان اوقعها؟ اه هي دي. طلعت زي القمر. طب ايه؟ سيب الموضوع عليا. ايه مين؟ يلا عشان اخويا اتصل بيا. بعد اذنك. باي. اتاخرت. اتاخرتي ليه؟ عايز كنت بعمل حاجات كده. طب يلا. عبير قطعت نفسي يا شيخ. ايه ده انت عايز ايه؟ انا بقفلك ساعة تحت الدرس وساعة بجري وراكي عشان اكلمك. عايز ايه؟ انا بحبك يا عبير ومن ساعة ما شفتك مش قادر انساكي، عايز ارتبط بيك الصراحة. لا انا ما ينفعش اعمل حاجة زي دي، مستحيل. وبعدين اخويا بيتعب وبيشقى وبيجيب لي مصاريف للدرس، مستحيل اكسر عينه. بعد اذنك. عجبني ده. قولي يا ست بس بسرعة عشان خاطر عندي مكالمة ضرورية. ماشي بص في حاجة. استنى استنى. في مكالمة جاتلي تتعوض. اطلع على البيت. انت عايز مني ايه؟ عايز افهم فيك يا ست. انا قلت لك مش وش كده اوكي؟ انت يا بنت ابعدي الواد اللي اسمه حمادة ده عني اللي كل شوية يطلع في كل حتة. وبعدين لو ما بعدتوش عني هخلي مجدي اللي يبعده. خليكي حبيبتي شايفه نفسك كده ليه؟ انتي ما تعرفيش ان مجدي بيحبني وانا بحبه. خدي بقى التقيله وراكي على الفيديو ده. انا هروح اعمل المجدي. دوم. لو مجدي سمع الفيديو هيعرف ان هي مظلومه. انا عامل سكيب. انت يا استاذ مجدي. في ايه؟ في ايه؟ شوف اختك اللي انت قلت عليها محترمه وشريفه. اللي انت بتقوليه ده؟